بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة قطع الأنترنت باستعمال يعني هاتفك الشخصي على أي حاسوب أو على أي هاتف متصل معك بنفس الشبكة عبر تطبيق يدعى ويفي كايل أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذا التطبيق قد يفيد كثيرا يعني الآباء الذين يريدون قطع الأنترنت على أبنائهم، يعني سواء على حواسبهم أو على هواتفهم، وقد يفيدك أنت شخصيا إذا كنت تريد يعني مشاكسات أخوك الصغير أو الكبير بقطع الأنترنت على حاسوبه أو على هاتفه الشخصي، فقط يعني باستعمال هذا التطبيق كما أشرت أحبابي في الله. لهذا على أساس يعني عمل ذلك تقوم بتحميل يعني هذا التطبيق الذي يدعى في كايل أو شيء من هذا القبيل، ثم تقوم بسحبه إلى الهاتف وتقوم بتثبيته. غير موجود في بلاي ستور، لهذا سوف أضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. بعد تثبيته على هاتفكم الشخصي، فهذه أيقونته نقوم بالضغط عليه مرة واحدة لفتحه، ثم نضغط على الرمز بلاي هنا على أساس أنه يبدأ في البحث عن يعني عن الشبكات التي هي متصلة بنفس الشبكة التي أنا شخصيا متصل بها. فهذا التطبيق أيضا قد يفيدك في حالة ما كنت تريد معرفة إذا كان هناك شخص يستعمل يعني الإنترنت وقام باختراق يعني شبكتك، فإذا ظهر الأي بي الخاص به هنا، يعني أي بي مجهول لا تعرفه، فهذا يعني بأن هناك شخص يستعمل الإنترنت على شبكتك الشخصية. فأنا شخصيا الحين موجود ثلاثة، هناك هاتفين أمتلكهما وحاسوبي الشخصي، فسوف أقوم بقطع يعني تجربة قطع الإنترنت على حاسوبي الشخصي. فكما سوف تشاهدون فالإنترنت موجودة، سوف أقوم بالدخول إلى موقعي إجلي 5. فكما سوف تشاهدون الموقع أو يعني الإنترنت موجودة، يعني ليس هناك يعني مشكل في الإنترنت. بالتالي سوف أقوم يعني بقطع الإنترنت على حاسوبي. تختار الأي بي الذي تريده، يعني أي بي الحاسوب أو الهاتف الذي تريد قطع الإنترنت عليه، ثم سوف يدخل لك إلى واجهة بهذا الشكل، وعلى أساس قطع الاتصال أو الإنترنت تضغط على جراف هنا أحباب في الله، ثم كايل، ثم يعني بعد ذلك حاول أن تجرب أنت شخصيا إذا قمت بقطع الإنترنت على حاسوبك لتجربة يعني إذا كان فعال أو لا. فحاول الدخول فلن تستطيع إلى الإنترنت. فلاحظوا معي، بعد أن قطعت الإنترنت على حاسوبي فكما سوف تشاهدون لا أستطيع الدخول إلى إجلي 5 أو أي موقع أريد يعني زيارته، وهو الشيء الذي سوف يحصل لأي شخص قمت بقطع الإنترنت عليه. لهذا أحبابي في الله، يعني على أساس إرجاع الإنترنت مرة أخرى، ففقط تقوم بالضغط على هذان الخياران أسفل، ولاحظوا معي لو دخلت مرة أخرى إلى إجلي 5 فتم إرجاع الإنترنت بنجاح أحباب في الله. فهذا هو التطبيق، فقط قم بفتحه، قم بفحص يعني الشبكات التي أو يعني الحواسيب التي هي متصلة بنفس الشبكة، اختر أي أي بي، ثم اضغط في الأسفل هنا على جراب، ثم كايل، ثم جرب أن يعني فإذا جرب هذا الشخص أن يقوم بالدخول إلى الإنترنت فيعني لن يستطيع ذلك أحباب في الله. أتمنى الدرس البسيط والمفيد في للإخوة، يعني خصوصا الذين لديهم يعني أبناء ويريدون يعني قطع الإنترنت على حواسب يعني أبنائهم أو هواتفهم.